كابتن محمد صلاح طبعا نجم نادي الزمالك سابق. تحياتي ليك كابتن. الو لك كابتن محمد. كابتن رضا، كابتن سمير، كابتن ابو داب، نور نور يا كابتن. نور يا كابتن. سأل عليا كابتن رضا، انا حبيبك. ازيك انا اقدر وحياة ربنا، ده انت روح يا كابتن محمد. حبيبك يا كابتن رضا، ربنا يديك الصحه يا رب. ازيك يا سمره؟ يلا بقى اتكل على الله بقى وشد. طيب. في المعمعه دي كابتن صلاح، خليني اقول لك هارد لك النهارده، وخساره ممكن تكون غير محببه لجميع نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك، بسبب ان يمكن المباراه النهارده لو كان نادي الزمالك على الاقل كانت عادل كانت الامور كانت هتبقى افضل في المشوار القادم او الثلاث مباريات المتبقيه، ولكن الامور زادت صعوبه بهزيمه النهارده. رايك في اللقاء كابتن، واخد رايك بعد كده في القرارات الخاصه بمجلس الاداره باحاله كرتون التحقيق واستبعاد كل من كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن ايضا امير عزم جاهد من الفريق بسبب بعض، يعني في سوء يعني سوء سلوك هنعرف ايه هو بالظبط يعني هنبلغه للجماهير او المشاهدين، وفي نفس الوقت المستحقات الماليه الخاصه بالجهاز الفني بالكامل والاداري والطبي واللاعبين موقوفه. فاخد رايك الاول في المباراه والشكل الفني اللي ظهر بينا الزمالك النهارده كابتن. شوف بقى فاروق، يعني كل فرقه بتتمنى، وخاصه لو انت بتلعب بره كمان بالاخص، يعني انت لما تجيب جول في اول 3 دقايق او 5 دقايق تبقى انت الهجمات الشرسه بتاعتك الوقفه صح، الدفاع، لكن ما ارجعش ورا ودافع من نص ملعبي ومش عارف ادافع كمان، وتدي فرصه للفرقه قبل ما تتعادل ان هي تمسك الكوره وعندها استحواذ وتوصل بسهوله لابو جبل، اعتقد ان في خلل جوه الفرقه. الخلل ده جاي من بعض اللعيبه اللي انا بقول لك، انا يعني انا اسف ما عندهاش روح ولا عندها نخوه ان هي تفرح جماهير الزمالك او تسعد حد نفسها. في مشاكل جوه الفرقه انا اعرف بعضها بالنسبه لبن شرقي او نجم مع اللعيبه. كان يجب ان التغيير يكون بدري، ان اللعيبه دي ممكن ما تبداش من الاول. عندك خلل في الدفاع غريب جدا، ويمكن ده مأثر لان امام عاشور مش قادر يعمل الدور لوحده، ان الراجل لعب بشيكابالا واوباما في نص الملعب، وده من الناحيه الدفاعيه مش هيعملوا 50% بيعملهم. هل غياب طارق حامد مأثر بشكل كبير يا كابتن كده من كلام حضرتك؟ يعني هو مقصر ليه؟ لانك انت لو لعبت 2-6 مع اي بقى حد، شيكابالا اي حد، هتقدر تقفل يا فاروق. لكن امام عاشور لوحده ما ينفعش، وخاصه السيرج باكين مش عارفين يلعبوا، لان اللي قدامهم واحد بس مش اتنين. صح. هم السته. واوباما ضعيف في الناحيه الدفاعيه، وده غصب عنه، راح كان بيلعب تحت فيرويد. الراجل دايما تغييراته معروفة، ان شيكابالا في الدقيقة 60 او 62 هيطلع، كويس وحش هيطلع. فهذه المشكلة. كمان عندنا الباك رايت المسدوسي. انا مش عارف ايه اللي قدمه النادي الزمالك عشان يقعد لغاية دلوقتي. او يبدأ لغاية دلوقتي. هل مفيش؟ يعني النهاردة حازم نزل. حتى لو حازم نزل الوقت قليل، بس هو في الباك رايت افضل منه. ده عمل اسيست يا كابتن صلاح، لو الراجل اللي اسمه نجمي ده عملها صح جون والزمالك اتعادل والدنيا خلصت. صح يعني شوف قاعد بقاله قد ايه حازم امام ما بيلعبش، وشوف نزل عمل ايه في الشويه ناحيه الرايت. صح. في وقت قليل جدا. للاسف الاهداف اللي جت في نادي الزمالك النهارده كابتن، نادي الزمالك هو اللي اهداها لفريق الوداد، اخطاء دفاعيه للاسف. يعني انت شفت المسوس اللي بيطلع الكره ازاي؟ فهو المفروض بدايه يعني قبلها يعني هو اللي بيطلعها محمود علاء. قبلها محمود علاء بيطلعها لجوه الملعب، فدي غلط، كان المفروض يشيلها بره. كابتن في ظلم يا كابتن، يعني المفروض ان محمد عبد الغني يلعب على محمود علاء، هم بيلعبوا محمود علاء عشان المنتخب، انا مالي ومال المنتخب؟ انا بلعب عشان عندي لعيبه احسن من اللعيبه اللي هتروح ولا ما تروحش، انا مالي؟ انا عايز اعدي بالمباراه دي. فهم ظلموا واحد زي محمد عبد الغني، حتى لو انت مش عايز تلعبه بعد الجون التعادل على الاقل. ده كابتن يعني انت قلت حاجه كمان، الاثنين اللي هم بيلعبوا سته او الديفندرات، لا محمد عبد الغني فيها جنب الراجل اللي اسمه امام عاشور. صح. يقفل الحته دي على الاقل، ده هيقف غير اوباما وغير شيكابالا وغير زيزو. والله يا كابتن رضا انا كان ليا راي في يعني لوحدي، انا لوحدي، ان لا نجم ده يلعب ولا بن شرقي يلعب الماتش ده لظروف بقى المغرب اللي كانوا في الفرقه دي، حد كان مش عارف ايه فرقتهم والظروف اللي هي والظروف السابقه اللي قبل المباراه،
التجديد وعدم التجديد والفلوس ومش الفلوس دي كان عامل هزة بعض الناس جوه الفرقة. اعتقد زي ما حضرتك بتقول هو العدل او عدم الحب اللي خلى المباراة النهاردة بالطريقة دي. لان هقول لك على حاجة، الوداد ده هيخسر في مصر باي 11 في الزمالك، وبكرة او في شهر ماس قولوا لي بس تتحط فرقة في مش كل مرة نقعد نقول هنغير في التشكيل وبعدين نعدل في التشكيل. وكان الماتشين اللي فات هو الراجل لو مش عاجبه يمشي، مش موضوع شرط جزائي يعني، ممكن بالتراضي ممكن، لكن هتقعد تنرفزنا وننرفز بعضنا وننرفز جمهور الزمالك وكل ده يجي على النادي وجماهيره؟ انا اعتقد حرام يا فاروق والله. طب رايك يا كابتن في القرارات الخاصه بالمستشار مرتضى منصور او مجلس اداره نادي الزمالك بخصوص الجهاز الفني وكارتيرون ده؟ ممتازه، واتمنى يبقى يكون القرارات دي حازمه فعلا واول واحد يتحاسب فيها كارتيرون. كمدير يعني فني كابتن، حالته الاتحاد دي معناها ان يمكن النادي بيقول له يعني امشي ولا ايه؟ لا 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 لا، انت من حقك تيجي لما اخسر في اي فرقه وتيجي تقول لي تعالى اقعد قول انت خسرت ليه، يمكن اللعيبه مقصره